عرفتي انا الخوش فاش كتبغي تمش دير شي رياكشن وا فاش كتبغي دير شي رياكشن ولا شي لعيبه شعل الضوا وشعل الكاميرا تيستي اللعيبات تيستي هادي تيستي هادي فهمتيني بالروج ولا شمار ولا شي شمار حتى حاجه ما كتجي ساره ديزاكتيفو الواي فاي الواي فاي والقريه المهم والقريه الزهر قناوي طلعت النوتيفيكاسيون ديالو ما مشي تراك غيتلاح غدا بشي لعيبه بحال كومون فيه بثلاثه يمكن الرياكشن ولان اول زهر عزيز عليا ولا مره دار ودقريه كذلك قناوي بلا مندوي والرجوله الدراري كيف ما قلتوا لي نديروا رياكشن على ميد اي ميد غندخلوا دابا الدراري نديروا شي رياكشن على ميد الدراري اللي كنتو جداد بلا ما نقول لكم كنتو جداد غير هبط ديك البطونه الحمراء كليك عليها دير الجرس باش يوصلك دائما ان شاء الله الجديد ديالي الناس اللي دائما عندي في القناه وكيتبعوني دائما نوتيفيكاسيون كطلع كيدخل كيكليكي لايك هي الاولى قبل ما كيتفرج كنموت عليكم نتوما اللي كتخلوني نكمل في هاد اللعيبات هادو دوك اللي حاسديني واللي ما كيحملونيش انا لكم بالمرصاد انا كنموت عليكم حيت نتوما عتكون مع جزء في النجاح الا شنو ما كندوش نتوما ما كاين والو حق ربي الا بقاو شوف اللي حسدك عطاك قاعد حسد في دنمي انا حسدني واخا ما عندي حتى لعبه فهمتي ما عندي رانج روفر قدام الدار ما عندي فيلا الحمد لله عندي الوالد والوالده والله هادشي ديال الله كلشي زين غندخلوا دابا نديروا واحد الرياكشن قال لي شي تراك بالبال فهمتيني شي تراك يا سي غندخلوا ديريكت المزيكا الدراري بالرجوله شبيه دوك حال هاد الشيء هذا ديال القديمه هي حياتي تزاديت فيها وخايف نموت فيها مدينه صعيبه تبقى طول قاول في الحيوط كاين حياة ندم الحياه هاد اللعيبه جاتني بحال شي وثائقي فهمتيني بحال شي وثائقي شي واحد شي عاود لهم كيفاش العيشه في المدينه القديمه وكيف ما كتعرفوا العيشه في المدينه القديمه كاع المدن القديمة اللي كاينين في المغرب تقريبا راه بحال الصويرة بحال كازا بحال الجديدة بحال اسفي بحال مراكش بحال فاس بحال طنجة بحال المدن المغربية كاملة هذا سبحان الله العظيم المدينة القديمة كيكون تتشابه ما عرفتش كيتشابه المدينة القديمة كتكون عالم فهمتيني كتكون فيها شي حوايج بزاف قوة البشر حق الله ما كذب القضيه مزموته فهمتيني بنادم كشير وما كاين ما يدار كلشي شاد القنت وشي حاضي شي وشي ما حامل شي عطار حانوت هذا ما حامل هذا العفو درات زاد هنا في كازا في المدينه راه باش راه ميس هو خلوق الله يشميس وات وي يا لول تطواج لعيباش او دابا شكون جاي فهمتيني و شي درب فهمتيني في شي مدينه قديمه من شي مدينه في المغرب تكون دايز غاب وحدك وخرجتي في هاد الدرب تيبان لك الدراري مشمين وكيبرمو في العيباش اش غادير اش غادير تقول السلام عليكم وتكمل ولا دير بحال نسيتي شي لعبه ترجع من جيتي ولا تزيد وما تهضر مع حتى شي واحد شنو غدير خليا تحفلي كومونتير دو على راسي انا كنت غادي من داك الدرب وخرج فيهم ونقول لهم السلام عليكم وغادي نمشي واللي بغى يوقع يوقع هذا هو اللي كاين واحد القضيه شوف انا نقول لكم واحد القضيه راه ماشي كاع تشوفوا بنادم مشام وكذا وهادي وتقولوا هذا راه خايب ولا شي حاجه راه كاين الناس لا مرضى غير هي ديك
ديك النشوه ديال انه بنادم باغي يزوق لهمو، فهمتي، باغي يضرب واحد الطاطواج زويون وكذا، كيعجبو هو داك الشيء. بحال انت حاط شي خريطه في راسك، كيف واحد حاط طاطواج، فهمتي، ضارب واحد الحطاط دكا ضرب شي هكذا، راه بو كذلك الوشام ما يخلقش، لان هو الاجرام فين كيكون الاجرام؟ الاجرام ما تيكونش في الوشام ولا في الضرابي ولا اللعيبات، الاجرام تيكون هنا في القلب، القلب اللي تيكون الاجرام، راه ماشي الشكل ديالك وكذا، الاجرام تيكون هنا. اللي مجرم مجرم من الداخل، من القلب، من هنا، من العمق، الشرايين. ولكن ما كنحكموش على الناس. واخا نبدل فيا كلشي كاع ما وانسى، حياتك كتبقى حياتك بوحدك انت اللي عزة. واو، بصراحة توحشت انا التراكات تاع ميت، توحشتهم. غنعاود نسمع الكلمة اللي قال، داكشي فهمتيني، سلومو سلومو، داكشي زوين. واخا نبدل فيا كلشي كاع ما غنسى، واخا نبدل فيا كلشي كاع ما غنسى، واخا زعما كنبدل الحياة ديالي وكذا، انا ما غنساش زعما كاين الماضي، غنبقى ديما نتفكرو. زيد عشيري زيد، حياتك كتبقى حياتك بوحدك انت اللي هازة، حياتك كتبقى حياتك بوحدك انت اللي هازة، فريمون الحياة ديالك انت اللي هازة، انت اللي مسؤول عليها، انت اللي كتحكم فيها، ما تخليش شي واحد اخر يتحكم لك في الحياة ديالك، لان حياتك انت اللي غادي تعيشها، واي حاجة وقعت لك انت اللي غتحس بها، ما غيحسش بها حتى شي واحد، انت اللي غتحس بها بوحدك. سير الصاط بلا نوار، غنبقى نوقف بزاف، ونبقى نقدر نشرح لعيباش، نقدر ندير شي ردة فعل في شكل قبلوا علينا. رقنا وسط الداركنس but it's alright، مبقاتش نحسن لك ما تشرب من كاسة. عطيني بيت زيد في صوتي، نربي القالي ما بغوكش. اوه الكاليتي كي دايره، يا سلام كاليتي واعره، هاد البرود خطيره الدراري. صوفي راسك ننسوك، نو نو يا لا لتي معايا ما تشاوش، لا رجال ما كيساوش، ولا سقلت غناو غناو عشرت سكاتش. لا سقلتش غادي نعاود، كيعجبوني انا بحال هاد بنادم هادو، لا سقلتي شي حاجه كنت عاود تعاود، ولا ما عاودتيش راه ما كاين والو، تقدر تبقى تعاود 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 تجيبها. الفاشلين تيضربوها مرة الاولى تيحبس، البلاد ما عطاتناش، ما كاين ما يدار، بقى وليدي تلعب ماسة في الدار بعدكم، لا دير والو، وارد شي راهي شوارة العشرين. قبل ما نهدر قتلت كاع صحابك من بدا الخضر، فكر مزيان قبل ما بدا تهدر، ما طاح في كاس خاصو زيد يمر. سموني مصدي خرج من الصف، يا دي نو كيري با وا ولا نوطة. سموني مسطي حيتاش خرجت من الصف، ما تبعش واحد السياسة ديال القاطع، مبقاش غادي معاهم، خرج من الصف هو سلاش ومشاش الطريق ديالو بوحدو بوحدو، ما تبعهمش. المهم هاد الكوبلي هادي الدراري برمو حياتهم فهمتيني، يوميا جواناش وباغين يزهيو الحياة ديالهم، عندهم افكار ولعيباش، ولكن شنو شادهم؟ شنو شادهم؟ لي بروبليم، بلاصة فين ساكنين، لونتوراج، جاوب جاوبو نتوما. شنقول في تربية الدراري برمو حياتهم جوانات، ماتو غارقين بغاو يعيشو الحياة، ماتو غارقين باغين يعيشو الحياة. أنا فما أنا بواحد المفهوم ديالي، وفهمت أنت بالمفهوم ديالك، ماتو غارقين يعني مشاو في البحر وغرقو، حيتاش باغين يعيشو الحياة، حيتاش كتبان ليك ورا البحر، ورا البحر كاين الحياة، يعني الغربة كاين الحياة، ولكن ماشو غارقين ما وصلوش. شفنا بزاف ديال الناس غرقوا في البحر، شنو السبب؟ شنو السبب؟ انا عارف السبب، شنو السبب نشوفه.
ما ديما نقول اوليما اوليما ما كاينش البديل. باش تغمضوا لك عينيك كي تفضوا تقيم لك والو، تشبه لك فلوكة، تشبه لك ببور، تشبه لك مليون ونص، تشبه لك الحياش. ما كنتش الطريق وصل شي، هي هذيك ما وصلتيش غتعيش الحياة له. لأنه كيجيب لي الله بحال في المغرب كنت عجبه بزاف داجة معدبين لهيه لعلم باش ندوزو ديريكش ولا يكون التعذيب. صافو الله العلي العظيم. كل نهار سبان ورا البيسي تيق بيا ما عمرو ما درني، سبان ورا البيسي تيق بيا ما عمرو درني. داك الانتقادات وداك كيبغي يطيحو بيك وتيبغي يمرضوك وطيحو لك القيمة ديالك والسبان وكدا، داكشي ما كيضرش، داكشي كيقوي، داكشي كيصحح، داكشي كيرجعك فولادي، داكشي رجعك راجل، فهمتيني؟ جد الحسادة والحقادة ما اكثرهم. كنشوف لكم في عينيكم، نشد شي واحد نغزز دين جدو. السبان ورا البيسي راه ما كيدير حتى لعبه الصاد، فهمتيني؟ كيعجبك اللي كيسبك ديريكت الصاد، انت ماشي راجل فوزك. هادوك تكون عندهم واحد الحاجه قويه في الداخل ديالهم، شي واجهوا اي واحد كيف ما بغى يكون النوع ديالو. وهادوك اللي كيسبوا ورا البيسي هادوك كيتشارجي ليهم اختهم 5 درهم في التليفون باش مابقاش يزد على راسها. كل مره يقول انا نطلع الشطليله في يوتيوب نشوف بن سعيد لطفي. لا 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 راك صاحبي غترجل شويه. يحبسني عيسالي في ستارني كدور وجهي كلشي باغي تيري قطالو راك كاع ما باغي نسيني راه لي جال كاع ما كيديني عدو دا شاف وما صوب ما سيري خاوي دماغي. النوطه فيها درس. ديك اللعيبه ديال الريح اللي جاي يديك هو الريح اللي جا ما كيديش. هاد اللعيبه زواونه وغادي ناخذها كنصيحه خويا ميد، ناخذها كنصيحه زواونه. ما خص اي ريح يجي يديك، خصك ديما تكونترولي و اين ريح تمشي معاه. العواصف منهم كلهم فاش كيبداو يرابلو كان تحكو ساج رجلة بحر يلا دخولهم باش موت صورو بحال كاليفاج كتشوفو عيلة كنت حقاد غادي نساني بيك كنكب لي في دماغي like all day all night. بروجي واعر لي شاب، بروجي واعر قسما بالله اللي عجبني فمشيني و وشحال بقيت رياكشن شي رياكشن بوحدي لان ورا شي رياكشن مع الدراري. هاد الرياكشن زواونا رياكشن وريفيو بزاف دلعيبات وطخينا بريت شويه فهاد العيش هذا، لانه هو عايش لي زيستوار فاش كاعر فهمتي بزاف دلعيبات. لا كاع ما خايف حياتي بقاتني مطايدة في تربية الدراري برمو حياتهم جوانات ناتشو قارين بغاو يعيشو الحياة كل نهار كيدوز تقيل كل نهار كيدوز تقيل. كنعرفو الوقت اللي كيدوز تقيل فين تيكون في الحبس محكمة 48 24 هاد الوقت كيدوز تقيل. اللي ما مجربش هاد اللقشاش هادو ما غيعرفهمش لانه هو تما غاد الوقت كيدوز ثقال. ولكن ملي كتكون مشكل وكدا الوقت كيدوز ثقال بالرجولة، واخا تكون مريحة في راس الدرب وكالي شي حيط كالي شي حيط ولا شي لعيبة كيدوز الوقت ثقال. سيرتو اللي كان عندك شي غارات زواون ما تيجيش دغيا، سيرتو اللي كنتي غاتشد الماري كتبقى مهطل ضلي عار شنقول ليه في تربية ايش والحياة كل نهار كيدوز شقيل ضلي عار شنقول ليه. واو رياكشن وعلى قية جبتنا هاد الرياكشن تزبط فراسي في هاد الرياكشن بالروج ولا إذا كنت انتي أول مرة ولا انتي أول مرة كتشوف لا فيديو ديال لهي بن سعيد عشيري عشير شي بلا ما تردد هبط اشتراك ابوني صابوني الجرس هبط عليه نوتيفيكيشن اطلع لك انت الاول غتدخل تفرج في هذا الفيديو مبلبل زويون ملل
يا سلام ديال الله. وغدوز عندنا الانستغرام ديالنا تلقى هنايا، دير واحد فولو خفيفه فهمتيني باش تعيش فهاد لا فيديو معنا في الانستغرام. حنا شويه بشويه طالعين، يلا عندنا واحد 5K العقوبه ان شاء الله 100K 100K كماله 100K في الانستغرام. حنا بغينا 10K دابا، ولكن 100K كماله شنو غتغلبنا؟ ما تغلبناش. الجيش لبن سعيد ان شاء الله غادي يوصلها، ماشي مليون كان ان شاء الله ما كاينش بروبليم. لا لا واحد اهم. المهم دراك معكم لطفي بن سعيد في هذا الفيديو، في هذا الرياكشن. نتمنى تعجبكم هذا الرياكشن ديالي، والناس اللي داخلوا عندي جداد شكرا لكم على الطاقه ديالكم في المنتوج. حنا اللي كاينين وما كاين ما احسن. يلا ان شاء الله في رياكشنكم، كان معكم بن سعيد لطفي، نشوفوا فيديو جديد وفي رياكشن جديده ان شاء الله.